اهلا بكم في عرب اودو اخر الاخبار العربيه والعالميه. اهلا لميس. اهلا خليل، ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. راغب علامه يحسم عودته لارب ايدول وانضمامه للجنه التحكيم ذا فويس. ما في لا ارب ايدول ولا فويس عندي، انا خلصت. محمد مدين عن اغنيه حبايب ايه وتعاونه مع عمرو دياب. لحد دلوقتي بيتعامل بروح الهاوي لسه. حاتم عمور يكشف عن اسباب الغاء حفله بتونس. ونزلنا واحد العقد ديال ان العون القضائي مشى الشركه المعنيه بالامر ولقاها شركه وهميه اصلا. كاميرا عرب اودو ترافق احمد الشامي في اجازته الصيفيه بالساحل الشمالي. وسط حشد من الاهل والاصدقاء، ماريا نديم وكاظم شماس يعلنان ارتباطهم رسميا. احلى شعور حسيته في حياتي بكل صراحه. عودة زيزي عادل بعد غياب عمام بلوك غنائي مختلف. أغنية فكرتها جديدة، وفكرة أن الست تقول للراجل أنه بحب الحمش يعني. في الذكرى 59 لميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون، مميزات جعلتنا نفضله عن غيره. رابي عمرو سعد يخرج من عباءة والده ويشارك بمفرده في عائلة الحاج نعمان. نبدأ من المغرب واكتمال قصة الحب اللي جمعت بين نجمي برنامج اكس فاكتور اللبناني كاظم شماس والمغربية ماريا نديم رسميا، بعد ما تقدم الأخير بطلب إيديها في إحدى لقاءات التلفزيونية وعلى الهواء. وعلى أنغام الدقة المراكشية أقيم حفل الخطوبة ببيت ماريا بالرباط وسط عدد من المقربين. أجواء مغربية أصيلة من بيت أسرة ماريا، كانت إطلالة ماريا وكاظم باللباس المغربي. علاقة عاطفية دامت لأكثر من 3 سنوات حين التقيا في برنامج ذا إكس فاكتور كمتسابقين. هذا أحلى شعور حسيته بحياتي بكل صراحة، لأنه ما في أحلى من هالحب الحقيقي هذا، والواحد يكفي يكون في استمرارية ونجاح بينه وبين الشخص اللي بيحبه. وأنت شو رأيك ماريا؟ بيان سور كيفما كنتو كتعرفوا بلي العلاقه ديالنا بدات في برنامج اكس فاكتور كوم تو الموند لو سي، والحمد لله تكلات بواحد الخطوبه وان شاء الله زواج. ربي وفق وكازم ولد الناس الحمد لله، جا من الدرجه من بابها ما جاش من الشرجه كيفما تنقولوا، جا من الباب وان شاء الله ان شاء الله يكون كل شيء بخير. بالرغم عن بعده من العادات المغربية، إلا أن كاظم استطاع أن يتأقلم معها بشكل سريع. أنا ونازل كنت عم بلبس شو بتسموها هاي البلغة، فما عرفت أمشي فيها. عادل صار يمشيني فيها بالكوريدور، فضليتني اليوم شو ساعتين على فكرة بعمل تريننج لأمشي بالبلغة. وعن جد مثل ما قلت أنت، إحساس كتير غريب تشوف عادات كتير بعيدة عن عاداتك وتقاليدك اللي ببلدك. بتحس بأنه شو حلو انه عم تتعرف على شيء جديد، شيء كثير غريب عن جد. لكن عادل عضو فريق ذا فايف كان السبب الرئيسي في تاقلم كاظم مع هذه العادات. جاني واحد الاحساس غريب اول مره كنحس به، يعني حسيت بانه عليا مسؤوليه حتى اليوم، لاني كنت مع النهار كامل وكنحاول ما يحس بالستريس، يعني ما خلينا بدنا نتفرج في الماتش غير باش ما يحس بالستريس. غير واحد القضيه وما عرفتش شنو هي اللي من اليسار، جا كيسولني حتى انا لقاني زرق ما عرفتش شنو هي اللي من اليسار. صافي المهم قلنا على الله وصافي احشي عبر جديك وصافي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اهل الله لله مولاي اهل مبروك. اول شيء كنت لابس عليها كلسات سود، كلسات لونها سود. عادل عادي البس لك ما عرف شيء، ما عرف شيء لبست هاي قبل هاي. مرور 59 عام على ميلاد أسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون، لسه لغز عشق جمهوره ليه بيحير الجميع.
لكن مايكل كان عنده قدرات بتميزه عن غيره من نجوم العالم، وفي يوم ميلاده قررنا أننا نتكلم عن أهم ما يميز أسطورة البوب. بذكرى 59 لميلاد مايكل جاكسون نذكر أبرز الأشياء اللي جعلتنا نحب أسطورة البوب. ميوزيك الموسيقى. استطاع مايكل جاكسون أنه يؤثر على جميع أنواع الموسيقى، بداية من R&B، الهيب هوب، البوب والروك، مما جعل موسيقته ما بتنتسى أبدا لأنه أضاف إحساسه الشخصي إلى. دانسينج موفز حركات الراقصة. وابتكر مايكل حركات راقصة أبهرت العالم بأكمله، أشهر الحركة المضادة للجاذبية يلي قام بأدائها بأغنية سموث كريمينال. بجانب حركة مون ووك ورقصة الروبوت. سيجنتشر ستايل ملابس مميزة. خلق مايكل لنفسه ستايل معين من الملابس تميز فيه عن غيره، متمثلا بالقبعة والقفازات والجوارب والأحذية وهاي ووتر بانتس. سكسس النجاح. هام ملك البوب نجاح أسطوري، مما جعل ألبوم ثريلر الأكثر مبيعا لغاية اليوم، فقد بيع 100 مليون نسخة منه، كما أنه فاز بحوالي 750 جائزة من بينهم 13 جائزة غرامي، وكان أيضا المغني الأكثر مبيعا وقت وفاته. تشاريتي الأعمال الخيرية. لقب جينيس بوك أوف ريكوردز أسطورة البوب بأنه أكثر المشاهير حبا للخير، وذلك لدعمه 39 مؤسسة خيرية، بجانب تبرعه لإيرادات دينجرس تور إلى مؤسسة هيل ذا وورلد واللي كانت تقدر ب 100 مليون دولار، كما أنه كتب أغاني عن الحب، الوحدة، السلام والمساواة. بعد الفاصل، راغب علامة يصف الديو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب بيه. الديو لحتى يركب على مسرح لازم ينعمل له بروفا. تامر حسين الشاعر الأكثر حظا في ألبوم معاد الناس لعمرو دياب. قلبي اتمنى دي دخلت في اللحظات الأخيرة لما دخل عمرو مصطفى. زيزي عادل تتخلى عن اللوك الذكوري. كل ما قابل حد في الشارع يقول لي زيزي ايه ده شعرك طول. حاتم عموري يكشف عن جديده. ان شاء الله تشوفوهم على المواقع التواصل ديالي. احمد الشامي بعد حيرته بين الاهلي والزمالك. انا اهلاوي بس انا بشجع الزمالك برضه، يعني عادي يعني. بعد ابنه القنصل ياسين احمد السقا بيشارك تيم حسن مسلسله الجديد. بعد غيابها سنتين عن الغناء من وقت طرحها لألبومها الأخير أنا أنسى اللي عملت بيه ضجة في 2015، وده بسبب اللوك الغريب اللي ظهرت بيه على غلاف الألبوم واللي تخلت فيه عن أنوثتها. عادت زيزي عادل مرة تانية ولكن من خلال فيلم 2 في 1 اللي بتشارك فيه بالغناء، لكنها المرة دي قررت الاحتفاظ بأنوثتها. أحب الحمش هي الأغنية التي تشارك بها زيزي في فيلم 2 في 1 في لون جديد تماماً عليها. هي الأغنية فعلاً يعني اللي هو مقسوم يعتبر شعبي شيك، يعني داخله في الحته اللي هو يمكن جديده عليا شويه. أغنية فكرتها جديده، وفكره ان الست تقول للراجل انه بحب الحمش يعني. ومشاركتها في الفيلم بالأغنية هي مقدمة لدخولها عالم التمثيل. إن شاء الله يكون في حاجة قريب، يعني أنا في كذا حاجة ببص فيها، بس أنا يعني لسه كنت بقول قبل كده أن أنا مش عايزة أخد حاجة أو أخد خطوة وارجع أندم عليها، فبحب أن أنا أكون يعني باخد وقت عشان أختار.
آخر أعمال زيزي كان ألبوم أنا أنثى اللي صدر في عام 2015 وأثار الجدل بسبب اختيار اسمه ولوك زيزي. أنا مبسوطة أني عملت لوك غريب حلو والناس اتكلمت عنه، مع طبعا الناس اتكلمت على الألبوم واسمه أنا أنثى ويعني انتقدت شوية الاسم مع اللوك، بس أنا ما كنتش متضايقة بده. صدى الألبوم بيبني عن طريق أن أنا كل ما أقابل حد في الشارع يقول لي زيزي إيه ده شعرك طول فكل ما أقابل حد يقول لي الكومنت ده بحس أن أنا انتوا لسه يعني مركزين يعني. وطلع علينا زيزي عادل بلوكات مختلفة ومثيرة للجدل سواء في ألوان وقصات الشعر أو الميك اب. أنا هتلاقيني في كل نزول بحاجة جديدة مش هطلع شبه اللي قبلها، أنا بحب التغيير عامة يعني حتى في الأغنية كمان. سنتين مروا على صدور الألبوم لكنهم غير كافيين لصدور ألبوم زيزي الجديد. بص أنا بصراحة موضوع الألبوم مأجلة شوية لان انا اخر البوم نزل كان انا انثى 2015، فانا يعني مهديه شويه الالبوم وبشتغل في كذا سنجل دلوقتي. خلينا نروح للبنان حيث احيا النجمان شيرين عبد الوهاب وراغب علامه تاني ايام فعاليات مهرجان عم نحلمك لبنان، وصدمت شيرين اهل الصحافه والاعلام بالغائها للمؤتمر الخاص بيها لعدم وجود اي جديد لديها. لكن راغب علامه كان حريص على لقاء الاعلام اللبناني لحسم عدد من الامور المتعلقه بنشاطه الفني، بالاضافه لحسم كل ما تردد حول انضمامه لاي برنامج مواهب خلال الفتره المقبله. شيرين وهي من افتتحت الحفل قدمت مجموعة من أجمل أغانيها والتي طلبها منها الجمهور. شيرين رفضت لقاء الصحافة وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بها لأنها وكما صرحت على المسرح أنه ليس لديها شيء جديد وأنها بصدور ألبومها في أكتوبر ستعقد مؤتمرا صحفي. على عكس راغب علامة الذي أعطى وقتا طويلا للصحافة وصرح أنه يحضر ليديو يجمعه بشيرين. وبسؤاله من أحد الصحفيين عن عدم تقديمهم أغنية الديو سويا في الحفل. الديو لحتى يركب على مسرح لازم ينعمل له بروفا. أنا وصلت مأخر امبارح الساعة 10 بالليل وما كان في مجال إنه نقدر نعمل بروفا، وعلى القليل انه بدنا نطلع قدام جمهور لازم نكون محضره مظبوط. راغب قدم حفلا رائعا وبالرغم من انه كان مريضا قبل الحفل بيوم. كنت بباريس بلشت احس ببدايه جريب. سو شفت حكيم عندي بعد بكره مهرجان لو عم موت بدي غني، سو اعطاني ادويه قويه وأدوية فيها كورتيزون. قال لي لحتى نوقف إذا كان بده يجيك قريب نوقف عليها سايد افكت. قلت له مش فارقة معي بس بدي غني. والله بريء والله ومش عامل ذنب. وأكد على عدم مشاركته لأي من برامج المواهب في موسمهم القادم. ما في لا أرب آدم ولا فويس عندي. ما بدك. أنا خلصت. أنا قدمت مهمتي ومشيت. يا بنت السلطان بعد الفاصل. محمد يحيى عن تفاصيل اختيار الهضبة لأغنية نغمة الحرمان. بعتناها لعمرو فوجئنا تاني يوم ان عمرو مغني وخلص وضمها للألبوم. احمد الشامي عن إمكانية اتجاه ابنته للغناء في المستقبل. اهتم بيها طبعا بالرياضة والمزيكا عموما، يعني مش مزيكا بس يعني. حياة
حاتم عموري يكشف عن اسباب الغاء حفله بتونس. مشينا لتونس تفاجئنا بالعكس ديال داكشي اللي في العقد. ابناء الفنانين نجوم بالوراثه. من على احدى شواطئ الساحل الشمالي اقتحمت كاميرا أرابود الاجازه الخاصه بالفنان احمد الشامي. وفي حوار مختلف تماما كلمنا احمد عن بنته خديجه والرياضه في حياته، وخاصه انه مشجع قوي لنادي الزمالك رغم انتمائه للنادي الاهلي. يقضي حاليا اغلب الفنانين اوقاتهم الصيفيه على شواطئ البحر هروبا من الطقس الحار الذي نعيش به، واختار الكثير منهم الاستمتاع باجازاتهم في الساحل الشمالي. ومن هؤلاء الفنانين كان النجم احمد الشامي والذي كان لنا لقاء معه، وكشف لنا فيه عن رياضته المفضله والفريق الذي يشجعه. انا بمارس رياضه جيم وكوره يعني فاهم، بس السنة الجاية هتمرن واجي اتسابق مع الناس دي. انا اهلاوي بس انا بشجع الزمالك برضو يعني عادي، يعني انا مش متعصب قوي بصراحة، وبعدين عشان لعبي كورة كتير اصدقائي فانا بحب اشجع الاشخاص. احتفل احمد الشامي منذ ايام بعيد ميلاد ابنته الوحيده خديجه والتي يحرص دائما على الغناء لها. طول الوقت بتقعد تسقف وتقعد يعني تتحرك كده مع المزيكا وكده يعني، وبس انا اهتم بيها طبعا بالرياضه والمزيكا عموما يعني مش مزيكا بس يعني او الفن بس. الحب الحرام هو محطه الشامي القادمه. انا دلوقتي شغال في مسلسل الحب الحرام، احنا واقفين بس كام يوم لغايه عيد الاضحى ان شاء الله، وبعد كده هنستكمل تصوير المسلسل، فهو ده اللي انا بعمله الفتره دي غير طبعا الحفلات مع واما وكده. أما عن خطواته القادمة مع واما فيحضر الفريق حاليا أحدث أغنياته ليصدرها قريبا. لسه الكلام بيتكتب يعني، واخدة شوية وقت بس قريب إن شاء الله يكون خلصان. قيم حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في كاليفورنيا للاحتفال بالخيبات الغنائية التي طرحت في الفترة ما بين يونيو في العام الماضي إلى يوليو من هذا العام. وقدمت الحفل نجمة البوب كيتي بيري، والتي أطلت بفستان من تصميم ستيفان رولان كان بين الفساتين الأجمل بالحفل. وتألقت ديمي لوفاتو بطقم من تصميم اللبناني زهير مراد، وارتدت فانيسا هادجنز فستان أحمر جذاب من تصميم يانينا كوتيوغ، وأطلت باريس جاكسون بفستان من تصميم كريستيان ديور، بينما أطلت لورد مثل الأميرة بفستان من تصميم مونيك ليوليه، وجذبت كيشا الأنظار إليها بفستان من تصميم مونسوري، وأطل كل من دي جي خالد وبينك مع عائلتهما على السجادة الحمراء لتنال العائلتان إعجاب الحضور. وبدأ الحفل بتدلي كيتي بيري من الأعلى مرتدية بدلة فضائية بينما تصرخ هذا رائع ما يحدث في لوس أنجلوس، أنا سعيدة للغاية بعودتي مجددا إلى كوكب الأرض. Feels like since I've been gone you figured out all of the problems in the world right now and the world is doing so well, right? وكان كيندريك لامار قد رشح للفوز بثمانية جوائز، فاز منها بجوائز فيديو العام وأفضل تصوير وأفضل إخراج وأفضل ديكور وأفضل مؤثرات بصرية عن كليب هامبل، كما فاز بجائزة بيست هيب هوب. أما بينك ففازت بجائزة فيديو فانغارد وأدتها إلى ابنتها ويلو، بينما رشح كل من كيتي بيري وذا ويكند للفوز بخمسة جوائز ولم يحصلا على أي جائزة منهم. ودمجت
ام تي في جائزتي بيست فيميل فيديو وبيست ميل فيديو معا في جائزة واحدة هي ارتست اوف ذا يير والتي فاز بها إد شيران. اما جائزة بيست كولابوريشن فذهبت الى زين وتايلور سويفت عن اغنية اي دونت وانا لايف فور ايفر من فيلم 50 شيدز داركر، وحاز كليب داون ل 50 هارموني وجوتشي مين على جائزة بيست بوب. وقبل نهاية الحفل ارتدت كيتي مثل شخصية أميلا كلارك في مسلسل Game of Thrones، واختتم الحفل بغناء كيتي بيري ونيكي ميناج لأغنية سويش سويش فوق المسرح. وهتفضل مقولة ابن الوز عوام هي المسيطرة على حال الوسط الفني، وخاصة أبناء النجوم اللي أحيانا بيفاجئونا بوراثتهم لموهبة التمثيل من والديهم. وظهر لنا في الفترة الأخيرة على الشاشة أكتر من نموذج بجد ورثين من أهلهم الموهبة زي ياسين أحمد السقا ورابي عمرو سعد وخالد الذهبي. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن المواهب دي. تتوالى الأجيال ليظهر أبناء جدد يحملون أسماء آبائهم الفنانين على شاشات السينما والتلفزيون، لعل أبرزهم الآن ياسين أحمد السقا الذي يخوض تجربة تمثيلية جديدة عبر مسلسل عائلة الحاج نعمان مع النجم السوري تيم حسن. وكان ياسين قد شارك في فيلم ابن القنصل بتجسيد شخصية أحمد السقا خلال أحداث العمل ولكن في طفولته. مش هقوليها من قدام. روح يا شيخ ربنا ينتقم منك. يلا غوري بقول لك. ربنا ينتقم منك. عشان أبوه. وأيضا يشارك الموهبة الشابة رابي نجل الفنان عمرو سعد في نفس العمل ليكون العمل الأول بدون والده، وذلك في ثاني تعاون بينه وبين شركة المتحدين بعد ظهوره في مسلسل يونس ولا تفضل. واد اشعلمك حشي البرسين. حشي برسين جني بلا حفر بيار حتى كلها دراعات وشجر الدنيا. وكان رابي قد شارك والده في العديد من الأعمال أبرزها فيلم حديد الذي شهد أول ظهور له، كما شارك في مسلسل وضع أمني في رمضان 2017. إنما أنت بقى إزاي هتش عرفت زواريق المستشفى كده؟ ما أنا برضو مستني جور. جور إيه؟ أنا برضو عامل عملية في القلب بقى 6 شهور إذا ما اتكلتش. وفي فيلم الأصليين المطروح بالسينمات يظهر الممثل الشاب خالد الذهبي نجل النجمة السورية أصالة، ويجسد شخصية ابن الفنانين ماجد الكدواني وكند علوش، وتعود هذه المشاركة الثانية للذهبي في السينما المصرية بعد تجسيده لشخصية النجم أحمد عز في مراهقته خلال أحداث فيلم ولاد رزق الذي تم عرضه العام الماضي وأخرجه طارق العريان. مش ده اللي متفقين عليه يا أستاذ مكرم؟ خد الفلوس يا ودو عدليتك بدل ما علقك. مش واخد ال5 جنيه دي؟ خلاص عنك ما خدتها وفرت. يلا يا ادخل من هنا. كما دخلت شهيستا ابنة الفنانة انتصار الفن عن طريق مسلسل كلبش الذي كان يعرض في سباق رمضان 2017 بطولة أمير كرارة، حيث ظهرت للمرة الأولى في دور يشبه حقيقة علاقتها بوالدتها انتصار داخل العمل. ودي أخي العنقود الجميلة هنا. بسم الله ما شاء الله، إيه العسل والقمر ده؟ انت في سنه كام بقى يا هنوشه؟ انا في 5 ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بقى شاطره بقى يا هنوشه في المدرسه ولا خالص؟ ده انا شاطره جدا، ده انا بطلع الاولى على المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. بعد الفاصل حاتم عمور يكشف عن جديده. ان شاء الله تشوفوهم على مواقع التواصل ديالي. فريق عمل معدي الناس يكشف كواليس اختيار عمرو دياب لاغاني الالبوم. يعيش حاليا الصوت المغربي حاتم عمور حالة من النشاط الفني، خاصة بعد نجاح أغنيته اللي طرحها منذ أيام واللي حققت أعلى نسب استماع. حاتم اللي لغى حفلته من يومين في تونس بشكل مفاجئ كشف لنا عن أسباب إلغائها وآخر تطورات المشكلة، بالإضافة لكشفه عن خطته الفنية المقبلة. نجاح كبير حققته أغنية ياما لحاتم عمور والتي حققت في أقل من شهر أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب. تعالوا يا سيدي نعود لكم لعفال، قلبي عشقها صافي ما بقى لي ما ندير، زينها سلطاني وهب اللي أنا وياما وياما.
جات الفكره ان الصيف ما محتاجش بزاف الاغاني باش الناس يكونوا فرحانين معايا، فركزت على الاغنيه هذه اللي حسيت بها واحد الروح ديال الصيف وريتم جديد اول مره يتغنى بالدارجه هذا لو ستيل. صنف حاتم الاغنيه الجديده كاغنيه عالميه. وي فيها عالميه، فيها اللهجه اللي تعودنا عليها في العالم شاب خالد، ماشي غير راي مخلطه، هي دارجه مع الراي مع لاتينو مع فوالا سي سا. فكنبغي كاع الطاقم التقني اللي خدم معايا في هذا الكليب من ستة واحد من أ زد، شكرا لكم حيت تعبتوا معايا باش خليته يوصل للناس في احسن حله. رغم صدورها قبل شهرين وتحقيقها نجاح واسع، فضل عمور تصوير أغنية ياما على باعة الحب. قصتي أنا قصة واحد حب وحدة، فرح وجالسة في القيتة لقيت اللي نبغيها. باعة الحب أغنية كنا غنصوروها قبل من، فجاتنا جا البروجي ديال أننا غنصوروا الأغنية ديال ياما، فما يمكنش نصور جوج أغنيات في الصيف. بعد الحب أنا كنقول هي عجبت الناس، ولكن مازال ما حققتش داك اللي تستحقوا هذه الأغنية، لأن أغنية رائعة جدا. عكر صفو احتفاله بنجاحاته المشاكل التي تعرض لها حاتم عمور في تونس، والتي أدت إلى إلغاء حفله الأخير بها الذي كان مقرر إقامته في 19 من الشهر الحالي. جاو عندنا واحد الشركة ديال إنتاج ديال تنظيم الحفلات، جاو وقعوا معنا واحد العقد، مشينا لتونس تفاجأنا بالعكس ديال داكشي اللي في العقد. قررت أنني نضحي، أنني نغني واحد جوج حفلات ولا ثلاثة، ولكن ما يمكنليش نغني لا تغني كاملة يعني الكونترا ما محترماش، ففضلنا نوقفوا. وضحت الامر ونزلنا واحد العقد ديال ان العون القضائي مشى للشركه المعنيه بالامر ولقاها شركه وهميه اصلا ما كايناش في الريبرتوار ديال الشركات، فهذوك اشياء القضاء اللي غادي يحسم فيها. وفضل ان يوصل رسالته للجمهور التونسي بنفسه. فاحنا كنقولوا الجمهور التونسي احنا جمهور كنبغيوه بزاف، والحمد لله ماشي اول مره، دائما الحفلات ديالي كانوا ناجحين في تونس، وكنوعدهم بحفلات انجح ان شاء الله في المستقبل. حاله النشاط الفني التي يعيشها الفنان المغربي مستمره في الفتره المقبله. كاين كونسرتات جايين كاينين دي كونسير، كاين ان شاء الله في ابو ظبي، كاين في امستردام، كاين في المغرب، وان شاء الله تشوفوهم على المواقع التواصل ديالي. من الواضح ان السنه دي هي سنه النجم عمرو دياب، اللي مش بس فاجئنا بردود الافعال على البومه الاخير معدي الناس، واللي فعلا عدى الناس في نسب استماعه، لكن كمان قدم لنا بعد الالبوم مباشره حفلتين في الساحل الشمالي من اقوى الحفلات في تاريخ النجوم العرب، وده كان اكبر دليل على النجاح الكبير اللي حققه. اغاني كتير في الالبوم ده علقت مع الناس وبقت حديث السوشيال ميديا، واكيد كلنا عايزين نعرف تفاصيل اختيار الهضبة للأغاني دي وكمان كواليس مع فريق عمل الألبوم اللي خصنا بالحديث عن كل ده. ألبوم عد الناس هو الألبوم رقم 30 في مسيرة عمرو دياب الغنائية، ومحقق حالة نجاح كبيرة من وقت نزوله، واعتبر بعض الأنجح في مسيرته الفنية، وبيحرص عمرو دياب على التعاون مع أبرز الموهوبين من الشعراء والملحنين. ركز على الألبوم من أول أغنية لحد آخر أغنية وفي كل التفاصيل، لحد دلوقتي بيتعامل بروح الهاوي لسه. عمرو دياب مؤسسة كبيرة، لازم كلنا كل اللي بيحبوها يخدموها. ما كنتش مرتب نفسي تماما إن أنا أبقى موجود في ألبوم عد الناس.
الناس شاهد عودة رفاق نجاح عمرو دياب، الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أيمن بهجة قمر، والملحن محمد يحيى بعد طي سجل الخلافات السابقة. احنا توقفنا نشتغل من 2005 نظرا لخصام كان بيننا، والحمد لله الخصام ده اتفك وتصالحنا، وبدأنا التعاون تاني في بداية الألبوم الأخير. ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهان. برغم من عدم مشاركة الشاعر تامر حسين في أغنية نغمة الحرمان، إلا أنه ساهم في خروجها للنور. بعت من وراء عمرو دياب باللحن لأيمن، وقلت له أنه هو يعني اكتب على اللحن ده، ده آخر لحن في الألبوم وهو مهتم جدا أنه هو يعمله. فالراجل يعني قال لي لا أنا مش حابب أعمل كده، احنا أنا كنت بتصالح عشان نتصالح بس من غير شغل. قعدتنا وأيمن فكرنا إيه اللي عندنا، لقينا عندنا الجملة بتاعت وجعتك ده أنت توجع بلد، كملنا عليها بنينا من الأول. سمعني أيمن كلمة نغمة الحرمان، بعتناها لعمرو، فوجئنا تاني يوم إن عمرو مغني ومخلص وضمها للألبوم، ودي كانت حاجة بالنسبة لي بصراحة فرحتني جدا. بعد نجاح أغنية نغمة الحرمان، عمرو دياب كان حريص في حفل مارينا على شكر الملحن محمد يحيى. تحية لمحمد يحيى كبيرة جدا جدا. شكرا. وكمان شكر الشاعر تامر حسين في الحفل. يعني عمل معاه تقريبا الفتره اللي فاتت دي كلها، اول حاجه عملها معايا وياه، وبعدين السنه اللي فاتت عملنا شويه حاجات حلوه كتير. عشان الشكل مضطرين. حاجه اول مره تحصل لي ان انا اقف قدام الجمهور ده كله، على الستيج بتاع عمرو دياب، على الفرقه بتاعت عمرو دياب، من المملكه بتاعته، الستيج بتاعه ده المملكه بتاعته. شفت حاجه تانية خالص بصراحه، وشفت قبول رهيب لفنان كبير جدا 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 يعني. وانت ويا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. تامر حسين ليه نصيب الاسد في البوم معدي الناس، لانه كتب 3 اغنيات في الالبوم. قلبي اتمناه دي دخلت في اللحظات الاخيره لما دخل عمرو مصطفى. كنت سعيد جدا ان انا من بعد وياه نعمل هيت انا وعمرو مصطفى الفنان عمرو دياب. تامر بيستخدم في كتاباته الكلمات الخفيفه في الاغاني الايقاعيه، الا ان في اغنيه في الالبوم هو شايف انها الاهم في مسيرته الفنيه. حبايب ايه دي من اهم اغانيه على الاطلاق في حياتي، لان انا حريص كل سنه يبقى لي اغنيه شبه اجتماعيه مع الفنان عمرو دياب. في اللي خدها اجتماعيه يعني ان اتنين مضطرين يعيشوا مع بعض عشان خاطر مثلا اسره ولا اولاد، وفي اللي خدها سياسيه واستغربت الموضوع جدا، فبسطت ان كل واحد شاف الرؤيه على تجربته الشخصيه دي، اسعدتني وهي من اهم اغاني حياتي. حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطر. تامر حسين خصنا في عربوت بشكل حصري بالجزء المحذوف في أغنية حبايب إيه. لقينا يا قلبي حضن أحن وبنهون على روحنا، عرفت أنا وإنت ليه بنحن، نروح للي ريحنا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تتواصلوا معنا على حساباتنا على السوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعة ونشوفكم بكرة.